عزيزاتي المتتبعات صباح الخير عليكم. اليوم الشيف روزي طبخ الحلويات، نتمنى لكم نهار مبروك. وقبل ما نبدو الفيديو نتاعنا نشكر كل الاخوه والاخوات اللي راهم يدخلوا لقناتي ويدعموني ونرحب بهم جميعا. اليوم تحت طلب الاخوات قلت لك دير لنا جدول الاكلات بالخضره اللي راكي تشريها. هذا الفيديو راه عندي في فتره يعني طويله، يعني هذا الطالب راه في فتره طويله، واليوم ان شاء الله باذن الله لقيت الفرصه باش نقدم هذا الجدول للاخوات بالخضر اللي نشريها انايا في داري. انا نشري غير يعني نشري كل الخضر اللي متوفره في السوق تقريبا كي نقولوا حنايا، واقتصاديه سهله صيفيه، وجبات صيفيه اكلات صيفيه خفيفه كي نقولوا حنايا، ماهيش يعني كي نقولوا حنايا مكلفه، يعني جدول الاكلات الاقتصادي اللي كل الاخوات يحوسوا عليه باذن الله في هذا الصيف. شوفي كي نبدا مع احبابتي كي نقولوا حنايا دائما دير ورقه كيما هكا سطري فيها الايام باش ما تضليش كي نقولوا حنايا كل يوم تخمي واش ندير. عندك القضيه بصح ماكش عارفه كيفاش تخدمي به، كل يوم تخمي فطور عشاء عشاء فطور عشاء فطور عشاء، يعني قح. حنا رانا الاخوات تقريبا كنا نفس الشيء، بصح انا راني في سنوات معتمد على هذا الجدول هذا تاع جدول الاكل الاقتصادي للوجبات الصيفيه، يعني ساهل كما قلت لكم، يعني تقريبا ما قليل قليل وين ديري دجاج ولا كاش حاجه، يعني كي نقولوا حنا ساهل ماهل. شوفي باش تبدي مثلا كيما نهار الخميس، انا بديت لكم بالخميس. الخميس مثلا ديري كراتا، اي نوع تاع كراتا راني مقدمه لكم في القناه، يعني عده انواع تاع الكراتا، باللحوم بدون لحوم بالاجبان بدون اجبان، كاين دي كراتان تقريبا غير بالخضر، يعني ما شاء الله بنينه، يعني راحين تشوفوها يعني تشوفوها في لا فيديو هنايا، يعني نعطيكم يعني لو نكتب لكم في صندوق الوصف الرابط تاع هاد الفيديوهات ان شاء الله تدخلوا مباشره ويشوفوا اخواتاتي بما يرضي الله مقدمتهم لكم، يعني طيبي ولا تخافي. قلت لك ديري الكراتان هذا كيما مثلا ندير الكراتان نهار الخميس فطور كي نقولوا حنايا، نبداكم بالفطور يعني تاع الغداء، ندير كراتان سواء ندير كورج ندير بالدجاج سواء ندير بالخضره سواء يعني على حسب الامكانيات، بصح اغلب الاوقات ما نستعملش انا الدجاج ولا اللحوم. ديري كراتان سواء ديري تاع الكورجيت سواء ديري تاع الجلبان، يعني كاين عده انواع باذن الله راح تشوفوها وباينه. تقدمي معها كان شي حاجه يا ليمونات يا تكون عندك حبه شويه تاع ديسير ولا ليسونسيال ولا ديري فلان ولا اي حاجه زياده، يعني اختياريه انت تعرفيها. ونعرفوا الابناء تاع درك الاغلبيه بغاو يشربوا غير ليمونات. كي تجي العشاء ديري كارانتيكا، راه عده يعني كارانتيكا اللي مقدمتها لكم في القناه، يعني كارانتيكا ما شاء الله يعني تضاهي المحلات. ديت انايا من عند راهي في سنوات ديتها مع المختص اللي يخدم الكارانتيكا، كي نقولوا حنايا ما شاء الله معروف في ديك المنطقه، يعني معروف ما شاء الله، يعني كارانتيكا نتاعها ما تقعدش كاع. ديري كارانتيكا، ديري بلا تاع كارانتيكا لوليداتك، وديري معها ليموناد ولا عصير سا ديبون. اذا عندك حوايج العصير ديري عصير، ما عندكش اشري ليموناد وهني راسك يعني والناس تحمد ربي. بالنسبه للقهوه تاع الصباح ديري الخبز، ديري مربى، يعني المربى عده انواع اللي مقدمه لكم في القناه انايا، المربى تاع الحره مقدمه تاع تشينا تاع الفراوله، يعني اللي تخدم في الدار واللي ما تخدمش يعني تشري مربى يعني عادي تاع المشمش برا ودير معاه الزبده، يعني اضعف الايمان هذا هو اللي يديروه كاع الجزائريين. كاين اللي تبغى يدير الجبن يعني اللي تاع لي بورسيون هذا، كاين اللي يدير جبن تاع الطيله، يعني سا ديبون كل عائله واش تبغي تاكل. الجبن كيما راكي تشوفي تقدري ديري هذا القهوه تاع الصباح باذن الله. تعاودي نفس الشيء بالقهوه تاع العشيه، تكوني دايره اي حاجه يعني دايرتها لوليداتك، ديري بغرير ديري حلوه الطابع ديري، وراه باينه بلي راه يبقى لك منها، يعني دوك نوريك كيفاش تمشيها. نهار الجمعه باذن الله نعرفوا بلي الجزائريين كاع الجزائريين يديروا الجزائريين اغلب الجزائريين يديروا الطعام الرشتا كيما انا ندير الطعام راني مقدمته لكم في القناه ما شاء الله. بغيتي بالدجاج ولا بغيتي باللحم يجي ما شاء الله، يعني بنا على راسي مع ديما نقول فيها باسكو الطريقه تاع اللي نخدمها انا بها يعني تاع محترفات تعلمتهم انا ما عندهم. في نفس الوقت المقادير اللي تكوني تخدمي بها الطعام خدمي بها بطاطا كوشه نهار الجمعه باش العشيه تقعدي مريحه حبيبتي. نهار الجمعه دائما الجمعه السيدات لازم يريحوا العشيه، ديري الطعام في نفس الوقت تكوني تحضري بطاطا كوشه. بطاطا كوشه راني درتها لكم في القناه
ما شاء الله بنينه اقتصاديه دايره غير بالجنحه، يعني ديري جناح ولا زوج يعني ليسونسيال البنه وتجي ما شاء الله. انا كي نطيب فيها من البلوك كامل يقعد يشم في الريحه، باسكو علاه من الصباح وجدتها درتها في التركيك والحمام. ديريها في الثلاجه كيما يكون البرد خليها على برا، غطيها بان ساشي ولا ديريها في بورتمونجي وغطيها مليح، تشوفي ذوك المكونات نتاعها يتفاعلوا وتجي ما شاء الله. في الليل ما عليك غير طيبيها، ديريها طيب تقراتينا، ديريها غير الطيب وديري معاها كانش حاجه ليموناد ولا ديسير ولا اي حاجه اللي يكون متوفره عندك. ما عندكش اضعف الايمان، يعني عشاء خفيف ظريف. بالنسبه للصباح تقدري ديري كيما قلت لك يعني المربى والخبز والزبده، تقدري كيما يعني تكوني دايره ثاني قلت لك كروكي ولا حلوه الطابع ولا مسمن تحمي ولا كي نقول حنا كعك تكون حبات باقيين لك ولا يعني انتيا يعني مقدمه لكم كل هذه الوصفات دايرتهم لكم اقتصاديين. الكعك ديري غير بحبه تاع بيض، حلوه الطابع الله الله تاع الزمان، المسمن المسكوت شو غير تاع حبه بيض، يعني كل شيء راني مقدمه لكم في القناه. يعني ما عليكم غير شمروا على درعيكم ويخدموا حباباتي بطريقه اقتصاديه وسهله ما شاء الله. عاونا الجمعه تصيبي روحك العشيه مريحه، ما عندك والو غير طيبي ديك البطاطا كوشه وتروح حبيبتي تريح الدوشي ولا تريحي ولا تخرجي ولا يعني عندك فرصه يعني كاينه. بالنسبه لنهار السبت ديرت انا دائما ندير لوبيا اكسبريس باسكو السبت الدنيا باينه بلي ما تنوضش بكري. لوبيا اكسبريس راني دارتها غير بالدجاج ما شاء الله بنينه، ما عندي ما نقول فيها. واذا عند حبيبتي اللحم دير فتاتة تاع اللحم كيما اللوبيا اكسبريس، انا دارتها بربع تاع الزدر تاع الدجاج راني دارتها لكم في القناه الثاني. كي نقولوا حنايا تجي بنه ولا اروع ربع ساعه وهي طابت ما شاء الله. ديري معها طبسي تاع سلطه ولا كان قرعه ليموناد ولا حبه تاع ديسير حبيبتي وتنوضي كانه ما كان. يعني هذه اللي نقدر نعطيها لكم انايا النهار السبت. كي نقولوا حنا ساعه ديري معها فتاتة تاع عفريت شويه تاع عفريت وفطري وليداتك ما شاء الله. حتى كون يدخل عليك الضيف وياكل منها يقول لك عاودي لي وعاودي لي. بالنسبه للعشاء ديري خبز محشي راني دايرته عليكم اقتصادي غير بالشكشوكه يجي بنين. الاضافات انت حره فيها، تقدري ديري كيما طلع لك، تقدري ديري معها ليمونات، تقدري ثاني تقدري ديري كوكا راني مقدمه الكوكا ثاني في القناه، يعني مقدمه بيتزا مقدمه كل شيء مقدمته اقتصادي والبنه ما شاء الله. ديري معها ليمونات حبيبتي ولا جي ولا اللي عندك ونوضي وهني راسك. بالنسبه للصباح تكوني ثاني دايره كروكي ولا داك اللي يكون باقي ديري حبات حطيهم لوليداتك اللي باغي ياكل ياكل اللي ما ياكلش ديري له مثلا ولا حلوه الطابع ولا مسمك كيما قلت لك ولا مسكوت شو باقيه. المهم البقايا اللي يكونوا باقين من العشيه تاع النهار اللي قبل اعطيه لوليداتك وحطي لهم الخبز والمربى، يعني اللي باغي ياكل ياكل. كاين بزاف اللي ما يبغوش ياكلوا الحلويات هذو، يبغوا ياكلوا غير الخبز والمربى كيما حالتي انا والزبده، يعني وما شاء الله اضعف الايمان. ما عندك والو ديري زيت الزيتون اعطيه لوليداتك مع الخبز يجي ما شاء الله. اولا صحي، ثانيا يحافظ على الشباب، ثانيا يحافظ على القوام تاع الانسان وما شاء الله. بالنسبه ليوم الاحد ديري الحريره، انا نعطي لكم الطريقه هذه روعه روعه روعه. حتى كون يكون عندك ضيف ديري هذا، ديري الحريره ديري فيها ربع صدر تاع الدجاج، غير ربع صدر تاع الدجاج حبيبتي. كي طيب لك هذيك الحريره قلعي لك ربع صدر تاع الدجاج، راكي تخدمي حريرتك نورمال كيما موالفين نخدموها. راني مقدمه لكم انا حريره على راسي ما شاء الله. انا الحريره نتاعي جميع اللي ذوقها عندي يعاود ويعاود، باسكو نخدمها بالحشايش وبالتشيشه. هذاك ربع صدر تاع الدجاج اللي يكون باقي لك حنو انتيشه ديري به حطيه بجهه. هاي وانا كي الحريره تاعك راه خدمتيها راهي تزيد الطيب، هنايا داك البقايا داك ربع صدر تاع الدجاج قبضي في التيه حطيه بجهه، قبضي في المقله ديري حبه بصل تكون صغيره قطعيها مكعبات. هذا شوفي نجيب لك اسهل الاطباق، يعني دوك نشوفيها مام في الفيديو راح تشوفيها. البقايا هذاك الدجاج قطعي داك ربع صدر تاع الدجاج فتيه فتيه شوي شوي كي يكون يعني من بعد اللي قلعتيه من الحريره وخدمتي حريرتك فتيه. كي نقولوا حنايا في المقله شاد ديري ديري حبه بصل صغيره ربع قطعيها مكعبات رقيقه، ديري لها شوي زيت وشويه تاع الزبده خليها تتقلى تذبل، يعني خليها تذبل في خاطرها. من بعد شاد ديري ضيفي كي نقولوا حنايا ديري عليها داك الدجاج المفتت في المقله هذه، ديري داك الدجاج المفتت عليها ونقصي النار قعدي تخلطي مليح. من بعد ديري ملح، زيدي الملح باسكو على بالنا بلي راح ندير مكونات واحده اخرى ما درناش الملح بالاولى، ديري شويه تاع الملح على حسب يعني الكميه اللي عندك. ديري شويه تاع ملح شويه تاع فلفل اسود، اذا عندك راس حانوت توابل سبعه هذوك ديري غير قرصه على راس المغرف ديريها. من بعد قيسي حبيبتي قطعي المعدنوس، يعني لا عندك المعدنوس بصح انا نفضل ديري القصبر احسن فيها. ديري القصبر قطعي شويه تاع قصبر خلطي هذوك المكونات على نار قليله.
وقبضي ديري زوج حبات تاع بيض ولا ثلاثه يعني فقسيهم فوق هذاك الخليط. شوفي بغيتي تقدميه لولادك هكاك مع الخبز، تبغي ديري لهم حشو في الميني مطلو، تبغي ديريه في المطبوط، تبغي هذاك الحشو ديري لهم كي نقولوا حنايا في الخبز عادي، تقدري كي نقول حنايا تعمريه في الديول. ثاني يجي وصفه ما شاء الله، عمري في الديول اللي عندك، تقدميه للضيف ما شاء الله، وديري طبسي تاع سلطه خضراء، يعني وجبه كامله عطيتها لك بالضيف ولا ضيف. وبلا ضيف شوفي غير بربع زر تاع دجاج درتي وجبه كامله. في الليل ديري بيتزا ولا ديري ميني بيتزا، راني قدمت لكم يعني في القناه بعجينه ايطاليه ما شاء الله. شوفي هذيك العجينه ديري بها كي طلع لك اي حاجه تبغي تسحقيها تعجين ديريها بها ما شاء الله، تجي بنينه. وشوفي غير وحده تلعب ما يعني تضاهي للمحلات بعجينه ايطاليه، ديري بيتزا ولا ميني بيتزا وديري وليداتك معها ليموناد ولا جي وهني راسك، ولا اضعف الايمان كي نقولوا حنايا ديري ياغورت ولا يعني تعرفي الاخوات كيفاش يمشوا. بالنسبه للقهوه ثاني البقايا اللي يكونوا باقيين ثاني ديريهم معاهم، يعني ديري خبز ولا يعني تعرفي القهوه تاع الصباح، يعني المسكوت راني مقدمتها بحبه بيض، الكعك بحبه بيض، المربى مقدمتها ليكم اضعف الايمان، شري قوطي تاع مربى واعطي لوليداتك ياكلوا هذا الصباح. بالنسبه للعشيه انت ثاني تعرفي كيفاش توازني هذه المكونات اللي كنتي طيبتيهم، تعطيه ديري في لي بورتمونجي واعطي لوليداتك ياكلوا، ما تشريش كاع من برا. بالنسبه ليوم الاثنين تقدري ديري طبق سهل سريع، يعني مقدمه لكم كل انواع الاطباق سهله سريعه. ما شوفي ما تشدش كاع لي ما شاء الله في القناه، كي نقولوا حنايا دوك يفوت لك الفيديو قدامك تشوفي الصور، تروحي ندير لك الروابط غير دخلي يا حبيبتي وساهل ماهل، لو كان تخرجي وتجي جايه في 10 دقائق يوجد. بالنسبه للعشاء ثاني ديري طبق ساهل يعني ماهل، يعني راه الصيف والمكونات يعني سهله وخفيفه، حتى نتوما راكم تطلبوا يعني وجبات واكلات يعني كي نقولوا حنايا اكل اقتصادي سريع خفيف يعني في الصيف، منها يعني يعجب وليداتنا ومنها يشبعهم. في الصباح ثاني نفس الطريقه كما قلت لك، تعلي توكلي وليداتك، حتى العشيه كما قلت لك ثاني دائما كي طيبي العشيه حاجه خلي منها راكي توفري للصباح نهار الاخر. كي نقولوا حنايا بالنسبه ليوم الثلاثاء ديري لي غراتان بالمقارون، شوفي يجي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، غراتان بالمقارون ما عندي ما نقول فيه، يعني ساهل ماهل، فتاتة تاع فيونداشي ولا فتاتة تاع بولي اشي وانتي درتيه يجي بصوص حمراء ما شاء الله. انا في 30 سنه ندير فيه، كي نقولوا حنايا شفته في قناه مصريه من اول مره كان يدخل يعني كي نقولوا حنايا نشوف القنوات الاجنبيه في 91 بديت نخدم انا في هذوك، كنت صغيره عند اهلي وكنت نشوف هذوك القنوات المصريه يديروا هذا النوع تاع لي غاتان تاع المقارون كيما يقولوا المعكرونه ما شاء الله، فتاتة تاع فيونداشي ولا بولي اشي شوفي طيبيه وترحمي عليا. بالنسبه للعشاء ديري ثاني طبق سهل سريع، راني مقدمه لكم ثاني في القناه اطباق ما شاء الله سهله سريعه، بغي بالخضره حبيبتي اللي عندك وديري ليموناد ولا فلون ولا ياغورت ولا يعني الموجود بالموجود اللي عندك. بالنسبه للقهوه ثاني نفس الشيء كما وريتكم اللي تكوني دايرتها قدميها لوليداتك مع خبز ومربى وزبده، اضعف الايمان، زيت زيتون هو صحي قوام للجسم وصفاء للبشره ما شاء الله، يعني هنيني وهني روحك. بالنسبه للاربعاء ديري كي حنا طبخه تاع زمان نخدمهم بالحمص، حتى نخدمهم عادي، حتى كي نقولوا حنايا يعني طبخات اللي كانوا مواتنا يديروهم لينا يعني ساهل ماهل، حتى الفول ولو كونجلوه يعني تقدروا تخدموا به الطبخات يعني تاع زمان اللي كانوا مواتنا يديروهم ما شاء الله. ثاني درتهم في القناه، ديري معها سلطه وعنب ولا كانش حاجه يعني ما اضعف الايمان، العنب راه يدير غير 25 فشري غير طال حبيبتي، وحطي لوليداتك سختو اللي يكونوا قرب للاسواق تجيهم ساهله ماهله، ولا تشري كيلو قسمي على زوج كيما ندير انا دائما. ديري سلطه تاع الباذنجان، هذه سلطه تاع الباذنجان يا حبيبتي شوفي ديريها وهنيني، سلطه مشويه تاع الباذنجان شوفي بنه روعه روعه في العشاء، كاع ما ديري معها والو غير بالخبز وتجي بنينه ما شاء الله. بالنسبه للقهوه يعني كيما قلت لكم ثاني القهوه يعني الاخوات كاع يعرفوا الطريقه اللي مشينا بها يقدروا يديروها. هذه هي الوصفات اللي قدمتها لكم، جدول تاع الاكل الاقتصادي الصيفي بالخضره كيما طلبتوني اللي نشريها انايا ويشروها جميع الاخوات سهله ماهله. شوفي حبيبتي ما فيها غلا، ما فيها يعني تعب، ما والو، عندك حتى نهار اللي تريحي فيه سهله ماهله، تقدري كي نقولوا حنايا اضعف الايمان عندك 10 دقائق 20 دقيقه تقدري توجديها، يعني سهله ماهله اكلات اقتصاديه تاع صيف
كي حنايا تساعد الناس للتوفير، باسكو الصيف هو اسهل وقت يعني اللي يقدروا الناس يوفروا فيه. وهذا هو الجدول حباباتي تاع الاكل الاقتصادي اللي طلبتوه مني، يعني صيفي اقتصادي في اكلات صيفيه سريعه. ما شاء الله تهنيك وتوفي وتكفي. وكي نقولوا حنا لخواتاتي ديروه وديريه فعل في الثلاجه وخليه، شوفي غير فوتي وطيبي، ما تخمي لا فطور لا عشاء، حتى المكونات باين يعني كل خضره كل شيء تقريبا خضره في خضره. كي نقولوا حنايا بالنسبه للبيض ما ضرش تقولوا وليداتكم في البيض، باسكو راه الصيف وتعرفوا البيض كي داير، ساعات نشروه ونلقوا خاسر. من الاحسن اضعف الايمان ديري وجبات كيما هكا اقتصاديه صيفيه سهله تساعد كل الاخوات. ونتمنى تدعموني بليجام وتشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.